الآن الفل والأخبار الممتازة على كافة الأبراج الفلكية بالخير والموجات الإيجابية. المولود ثاني يوم من عيد ميلاد الحمل، البرج الناري لما يشبه كان روحه، راهي فترة ممتازة لكم صحيا وحتى نفسانيا. مواليد برج الحمل يوم رائع، الجو اليوم بيقويكم بشكل كتير كتير كبير. القمر الجديد اللي بيخلق ببرجكم أو خلق مبارح المساء ببرجكم بيعطيكم أكبر الطاقات، أهم الطاقات، بتغير الأمور عندكم، صفحة ما قبل وما بعد من الأيام الرائعة. كلكم محظوظين اليوم بشكل خاص. والثور عندك الراحة والحمد لله، راك تواجه كل المخاوف وتحقق هدف اتمنيته من زمان. ايه الجوزي، فما ارتباط، زيد شهر الخير يوعدك بخطوبة، الحالة العاطفية راهي تبشر بالخير، والسرطان تكتر اتصالاتك، فما الحركة فترة توعدك بلقاءات مهنية واعدة، والحب ينور حياة الأسد بعد طول انتظار، وأخيرا فما مصالحة. ايه العذراء، انفراج وطاقة إيجابية، تتحقق الأحلام يا عذراء والفلوس من نصيبكم. نتعديو للميزان، عندك الفرحة فما برشا سعادة، فما لما راك تعيش مصالحة مع العزيز عليك وتتغير أحوالكم للأفضل. وشمس الحمل تساعد برشا مواليد العقرب، راكم تجتازوا مرحلة صعبة وسفر من نصيبكم. القوس من أكثر الأبراج حظ، فما طاقات متجدة وتتغير كل الأحوال للأفضل. الجدي راهي زادة تأثيرات إيجابية، وبعد الشدة راهو فما انفراج كبير، حتى هي بداية الأسبوع ما كانتش إيجابية بالكل، خاصة هوني نحكيه مهنيا. الدلو راهي ترتاح النفسية بعد فترة ضغوطات وتعيش انفراج وراحة كبيرة. ونختمو مع الحوت، حاول تركز في أولوياتك وحاول زيدا تجتاز كل المراحل الصعبة، انت قدها يا حوت. دقيقة حظ.